طبعا من ضمن الامور التي في رمضان وتكثر دائما مشكلات وتجيني، يعني انا من ضمن الذين يعني ما اقول استشار، لكن احيانا بعض الاخوه وتحدث مشكلات في المساجد ويجوا العوام الناس او كذا يشتكون يطول علينا. وهذه مساله التطويل تحتاج اعاده يعني نظره. اولا اخواننا الكرام ودائما يحفظون حديث معاذ، أفتان يا معاذ من خلف صلى في الناس فليخفف، هذا الحديثين، لكن الحديث الاخرى نسيانينها. اكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الفجر ومعروف من عنه، لكن ما دائما، اكثر ما كان يصلي الفجر في الافاضه، كان يقرا بين 80 ايه في المتوسط. وجاء في الصحيح من طريق ابن عباس وابي هريره وجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في يوم الجمعه في صلاه الفجر الف لام ميم تنزيل السجده وايش؟ وسوره ايش؟ الف هل اتى على الانسان حين من الدهر. ومن ضمن الاحاديث الحسنه حسنها بعضهم، حسنه شعيب الارناؤوط في تحقيقه زاد المعاد ابن القيم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه المغرب، قرا في صلاه المغرب بسوره ايش؟ الاعراف. وقرأ في بعض الروايات بسورة الأنفال، وقرأ في بعض الروايات بسورة الرعد، وقرأ في بعض الروايات بسورة محمد. وجاء في الصحيح أنه قرأ بسورة الطور. وصلينا خلف شيخنا الشيخ محمود حفظه الله بسورة الأعراف كاملة. وجاء في بعض الروايات انه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الزلزلة في ركعتي الفجر ليبين ايش؟ حتى ما يقولوا الناس دائما يطول. واما يعني في المغرب والعشاء فكان اكثر ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من المفصل، والمفصل قلنا يبدأ بسورة قاف الاجزاء الاخيرة. التراويح هذا الفرض، تراويح نفل أو سنة مؤكدة على رأي الجمهور، هي قيام الليل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من طريق أبي هريرة في الصحيح، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قيام الليل صلاة التراويح. حديث سائب بن يزيد جمع عمر بن الخطاب الناس على أبي بن كعب وعلى تميم الداري، وكان يقرؤون بالمئين فما يدركنا الفجر، وكانوا يتكئون على العصي من طول القيام. وكانوا يقرؤون، قالوا من قرأ البقرة في 4 ركعات فهو كذلك، لكن إذا قرأها في 8 مثلا عد مقصرا. صلاة التراويح يقول لك المؤمن ان شاء الله صلاة التراويح نافلة لا بأس، شايب ما قادر يصلي جالس يصلي على كرسي، ما قادر ما عليه شيء خلي الناس تصلي. ومن الأمور المهمة الحقيقة التي ينبغي يعني ينبغي في صلاة التراويح أن يقرأ أن يؤم الناس، يقدم للإمامة، أقرأهم لكتاب الله. وما أي قارئ لكتاب الله، ما مواصفات الذي يصلي بالناس تراويح وغيرها، لكن احنا الآن نتكلم عن التراويح. والحقيقة يعني الشخص الذي يصلي بالناس ينبغي عليه ينبغي أن يتصل بثلاثة أمور. كم أمر؟ الأمر الأول أن يكون تقيا على صلة بالله، يخاف ربنا كما يقول المسلم، على صلة بالله، بحيث يوم يصلي واذا كان صوته حسنا ما تسوي نفسه عشان يقولوا الحاضرين ولا الحريم في المصلى انه فلان ما شاء الله صوته جميل، هذا خطير. يصلي بالناس انسانا تقيا ورعا. وهذا ياتي مع كثره ذكر الله وكثره الصله بالله والبعد عن المعاصي. زين، أن يكون يعني أقرأ الناس لكتاب الله
من حيث المعرفة بأحكام التلاوة، يقرأ جيد، قارئ جيد متعلم لأحكام التلاوة، عارف بالأحكام المخارج والصفات والمدود أقل شيء. الصوت الحسن يأتي في المرتبة الثالثة، صوته حسن. إذا كان الصوت حسنا، لكن لو كان واحد يعني على صلة بالله ومتقن الأحكام التلاوة وصوته حسنا فنور على نور، لكن إذا كان متقن غير متقن الأحكام التلاوة وصوته حسن، من يقدم؟ المتقن، المتقن الأحكام التلاوة. أقرأكم مما يظن العوام الناس أن أقرأكم لكتاب الله بصوته جميل. كم من الناس صوتها جميل لكنها لا تعرف، تهفس الأحكام، ولما تقرأ في الآيات تقول يا ليتني ما صليت خلف هذا المخلوق، كما روي عن بعض السلف إنه قال هذا يغني بهم ولا يصلي بهم، تجلس تنغوق تمغمغ وهو في الوقت نفسه ليس عارفا بالأحكام، وهذه مشكلة. فإذا ما اتصف بهذه الصفات الثلاثة فنور على نور. ولذلك يعني ينبغي في كل منطقة، مثل في السويق معكم، أقل حاجة في السويق منطقة كبيرة يعني على الشارع، يكون مثل المسجدين ثلاثة يصلون بالناس بالقرآن كاملا تراويح. اللي يريد يصلي مثلا يختم القرآن يسمع ختمة القرآن يجي هذه المساجد، أو أقل حاجة مسجد في السويق كله. مثلا في مسقط عدة مناطق، مثلا الغبرة وبوشر مسجد، في العامرات مسجد، أم عبيلة مسجد، بحيث الناس تنصي من يريد يسمع القرآن كامل. أما كل المساجد ما تصلي بالقرآن، تصلي كمين آية ويربعوا ويركضوا، سبحان الله الناس. إذا أردت أن تنظر نظرة غريبة وعجيبة. الأمور المهمة، يخلص مصلي بقى يصلي بسرعة، يصير يشوف التلفزيون يسولف والقهوة وكأنه ما مستوي شيء، هناك إبليس ما يجي سبحان الله، لكن هنا تلقيه يتلبط، طولتوا علينا وما أعرف قتلتونا، شوي شوي المطوع حاولوا لا قوة إلا بالله. وتجد إيش المسجد اللي يخفف، تجد الناس سيارات عليه نسبة لا إله إلا الله سبحان الله، يتهافتون تهافت الفراش سبحان الله. قال واحد من الشباب نزوة، قال يوم من الأيام يعني صلي الإنسان معروف وكلها يمكن نصها نزوة تصلي معه ذاك في العلاية، يوم من الأيام ما جي يكون صليته في مالك. وكان واحد في السيب يسميه الجيتي، ثلث من ربع لثلث ساعة عاد مخلص هو تراويح مع العشاء، صاروخ لا إله إلا الله. ما يطلبه العامة، ما يطلبه المستمعون، هذه لا عبادة يا أخوان. ربما أول يوم ثاني يوم، لكن بعد ذلك ماش من تتعود الناس وتسمع القرآن ستجلس، لأنها تعرف القرآن له لذة ليس بعدها لذة. لكن إيش المشكلة؟ الأئمة يتحمل جزء من الجانب الحقيقة. أخواننا الأئمة نحن نحبهم في الله، يعني عليهم يعني ما يستمعوا للناس، ما يخلوا يعني ما يطلبه المستمعون. لذلك إخوانا الأئمة يعني عليهم يعني، وأنا كنت سبحان الله السنة الماضية كنت أريد أنا والشيخ أفلح الخليل بن سماحة الشيخ أريد نعمل دورة للأئمة قبل رمضان، وسبحان الله ربك ما أراد بسبب ظرف صحي لي، وعسى السنة. يعني نتكلم عليه من ناحية فقهية ومن ناحية يعني من أراد يصلي بالناس ما هي الأمور المهمة له في الأحكام وكيف يصلي بالناس. أيضا في أحكام يا أخواننا يعني الذين يصلون بالناس، المشكلات التي تظهر في صلاة التراويح الوقوف، يقف على أي مكان، طه ما أنزل عليك القرآن لتشقى الله أكبر، يمكن أحيانا الآية ما كاملة وضحها لي إذا سكى الله أكبر، ما وعدك ربك ما قال الله أكبر ما يستوي. يعني من الأمور المهمة التي تراعى إذا كان إنسان تقيا عارفا بالأحكام ذا صوت حسن، يا سلام نور على نور، بس عاد يراعي الوقوف، لما يقف
يحس انه ايش المستمع انه يقف على معنى ليست فوضى الامور، لان وقوف القران بمثابات محطات للاذن وللمستمع معاني، لما تصل المعاني للناس من ضمن ما يوصلها ايش احكام الوقف والابتداء. فلذلك يعني ننصح اخواننا يهتموا، واذا لم يكن يعني من ذلك بد يعني فما اقل ان يقرا الامام اقل حاجه في الركعه صفحه، يعني ثمان صفحات نص جزء تقريبا ما يقارب، وبسيط. ايوه، من الامور المهمه في صلاه التراويح اخوان، احيانا بعض هناك معنا في الشباب في العذيبه وبعض المناطق يعمل الائمه جدول كل يوم واحد يروح ايش مسجد، وطبعا ماشي تنسيق، هم يتداولون المساجد لكن ما يحصل تنسيق في القراءه، تجد هذا اليوم الامام يقرا من البقره وماشي، يجي الثاني يقرا من سوره قاف، يرجع الرابع سوره طه، ما ينفع كذلك. يعني ما مثلة يجوز ما يجوز، مسألة ما يجوز ما يجوز شيء، لكن مسألة إيش هذه خلاف الأولى. يعني معيبة عند أهل العلم وأهل يعني الاختصاص، إذا كانوا يريدوا يعملوا هذا يتفقوا مثلا أن اليوم مثلا أنا أقرأ من سورة، كلنا نقرأ سورة البقرة واصل هنا بحيث كلها تعمم، يعني اليوم سورة البقرة يقرأ من مكان فلاني والثاني يتبعه، هكذا ما يحسوا الناس أنه في احيانا يقرا لهم واحد من جزء عمه ويرجع الثاني يقرا لهم سوره ما تنفع كذا. ما قضيت ما يجوز، هذا خلاف الاولى، الجواز شيء. فلذلك يعني هذه الامور اللي ينبغي الاهتمام بها.